Well, good morning, good afternoon, and good evening, everybody, and welcome to, I would say, almost الجلسة التالية. I'm going to say a little bit to introduce myself, the speakers. سأعرف عن نفسي وعن المتحدثين. Kick that off. Okay, so I'm Camilla Jones. حسناً, أنا كاميلا جونز وأنا أحد منسقي التحالف لحماية الأطفال والعمل الإنساني. أنا أخذ محل أستف شابمان الذي يدير الجلسة بالنيابة عن هادي منصوريان وهو منسق أيضا لم يستطيع الحضور لكنه عمل من أجل عقد المؤتمر قبل أن يصاب بوعكة صحية. أنا متأكد بأنه متأسف كونه لم يستطيع الحضور خاصة في هذا الموضوع. اليوم سنتحدث عن العمل فيما بين القطاعات والوقاية ولدينا ثلاث عروض صغيرة إذا صح التعبير اليوم. العرض الأول, كيف يفكر المصرف العالمي بالموضوع. كوكو لامس مدير حقوق الأطفال في مركز المعلومات لدى المصرف. لدينا عرض بعد ذلك تحت عنوان دعم للمراهقات في حالات الطوارئ من ميرسي كور شادراك ستيفن وهو مدير التعلم الاستراتيجي من نيجيريا. والعرض الثالث سيكون عبارة عن عرض مشترك من لجنة الإنقاذ الدولية وورلد فيجن وتركز على الدعم المالي في سلامة وحماية الأطفال والمراهقين. لدينا حالات من إثيوبيا والصومال. إلدور بنسي هي مستشارة تقنية لIRC وIRLU وهي منسقة لتنمية الأطفال للمنظمة الدولية للسبيل الأحمر وكيتي أش وهي مع واي لابز أحد شركاء ومن وورلد فيجن بول أورورا وهو مختص تقني لوورلد فيجن الصومال وميرت باغات مختص تقني لوورلد فيجن كندا. إذن لدينا فريق متنوع اليوم. أنا متأكدة من أن الجلسة ستكون حماسية. سنبدأ ببعض العروض القصيرة ومن ثم ننتقل إلى الأسئلة التي سنطرحها, ولكن نحن نريد أن نجيب على سؤالكم اليوم. بالتالي نطلب منكم أن تضعوا الأسئلة في قسم الدردشة. ربما سنرى الردود بينما يقدم العروض, ولكن يمكننا أيضا أن نجيب على الأسئلة في الجلسة الأخيرة قبل أن ننتهي. هذا كل ما لدي في المقدمة. لن أستمر في التعريف. سأعطي الكلمة لكوكو لامس لأول عرض. شكرا, تفضلي كوكو. مرحبا جميعا, شكرا جزيلا كاميلا وأسما على إتاحة الفرصة وتنظيم جلسة اليوم. أنا متحمسة جدا لأتحدث عن هذه القضية هنا. بالنسبة للذين لا يعرفون عنا, نحن منظمة نراقب كيف تقوم مؤسسات المالية, كيف تنفذ الإجراءات. نحن نروج للإصلاحات من أجل التغيير في المجتمعات, وضمن الحملة حملة حقوق الأطفال نحن نراقب آلية القروض من المصرف العالمي وخاصة كورونا والتداعيات على الأطفال والسكان. كما يعرف البعض منكم, في عام 2020 التزم المصرف العالمي ب 157 مليار من أجل الاستجابة والرد على الكورونا.
وهذا المبلغ من المفترض أن يؤدي إلى تغييرات وتحولات كبيرة، وتم التخصيص أو توزيع جزء كبير من هذا المبلغ عبر القروض، وهذه آلية قد تكون آلية مفيدة على صعيد خدمات حماية الأطفال. فقط أذكركم، قولي الصورة التالية إذا كنت بحاجة لذلك، لأن هم في موقع جيد للوصول إلى من هم بأمس الحاجة إلى الخدمات، كونهم يستهدفون من هم أكثر عرضة للعنف والاستغلال الجنسي. نحن سنطلق تقرير جديد تحت عنوان مكانة حماية الأطفال في الرد المصرف العالمي المصرف الدولي على الكورونا. أجروا تحليل ل 55 برنامج للحماية الاجتماعية للمصرف العالمي، نتحدث عن 9.9 مليار في مجال القروض للحماية الاجتماعية. قمنا بمراجعة الوثائق المتوفرة حاليا، النتائج الكمية والنوعية. بحثنا في المشاريع كيف نظرت إلى حماية الأطفال، وأيضا التوصيات من أجل المساهمة في مشاريع مستقبلية. نحن نقيم المشاريع بناء على العناصر التي نعتقد أنها قد تساعد في حماية الأطفال مباشرة وغير بشكل مباشر وغير مباشر. التقييم ركز على 5 مجالات موسعة أساسية، وذلك استنادا إلى ما كان متوفر في السجلات الحكومية: توفير الخدمات، التعاون والصداقة مع الأطفال، والتوزيع وإدارة المعلومات. هذا قد يسلط الضوء على بعض نقاط الارتباط مع الأطفال كعامل تركيز. التحليل كشف بالفعل أن إجراءات حماية الأطفال كانت تدريجية، وأن المصرف استفاد من استراتيجية منسقة حول وضع أولوية على حماية الأطفال في مشاريع كورونا. حددنا عدد من الممارسات الواعدة يمكنني أن أسلط الضوء عليها فيما بعد في جلسة اليوم. ربما يمكن للمصرف أن يستنسخ أو يتبع إجراءات مماثلة في مشاريع مستقبلية، وقد تكون مفيدة للمجموعات الأخرى. ولكن من المهم جدا أن يدرك البنك العالمي أن حماية الأطفال يجب أن يكون جزء أساس من الحماية الاجتماعية، وهناك حاجة لاستراتيجية منسقة في هذا الإطار. سأسلط الضوء على بعض الأمور، لقطة سريعة للمشاريع. فقط 2 تضمنت حقوق الأطفال وتقوية حماية الأطفال، ولكن في المقابل نسبة 84% أو 46 تضمنت إجراءات وخطط نسقت مع الأطفال والنساء. إذن عموما النتائج هي نتائج تدريجية، ولكن وجدنا بأن هناك غياب للاستراتيجية المنسقة. استنادا إلى هذه النتائج في التحليل، نحن نقدم 5 توصيات نعتقد أن على المصرف أن يتخذها من أجل تقوية حماية الأطفال ضمن قروض الكورونا. أولا، الاستفادة من الممارسات التي نحددها ومشاريع أخرى تتضمن عنصر أساس في حماية الأطفال، وتشجيع المزيد من التعلم الأساسي. ثانيا، وضع استراتيجية منسقة حول حماية الأطفال داخل أو ضمن البرنامج الأوسع في الحماية المجتمعية، وأيضا أعطاء التوجيهات للموظفين حول كيفية تنفيذ استراتيجية حماية الأطفال. وثالثا، الاستفادة من حماية الأطفال كجزء أساس من الحماية المجتمعية من أجل تعميم هذه المشاريع وتعميم مكونات في المشاريع. رابعا، أن ننفذ مشاريع المعايير في حماية الأطفال بما في ذلك الفئات الخمسة التي بحثناها. قد تكون هناك مجالات أخرى ربما نحتاج إلى أخذها بعين الاعتبار. وخامسا،
الإرسال والتنفيذ، نظرنا إلى السجلات المتوفرة وكيف تم تصميم هذه المشاريع، ليس كما جرى تنفيذها على الأرض. إذن قد يكون هناك فارق بين السياسة والفعل التطبيق. نطالب إجراءات على الأمد المتوسط وعلى الأمد القصير يمكن أن يتخذها المصرف العالمي. مشاريع الحماية المجتمعية هي أهم وسيلة أو أفضل وسيلة لتحسين الوضع، وفي حال الاستفادة بالشكل المطلوب ربما قد نوجد عالم مع بعد الكورونا يحمي الأطفال ويعطيهم فرصة للبقاء. إذا كان الهدف هو حماية أفراد المجتمع الذين أكثر عرضة، يجب أن يكون الأطفال جزء مركزي من هذه المساعي. أنتهي هنا وأتطلع إلى النقاش، وأنا على أتم الاستعداد للرد على أي سؤال. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كوكو. أنا أرغب بشدة بطرح المزيد من الأسئلة، لأن هذا البرنامج هو برنامج كبير بالفعل ويمكن أن يحقق الكثير، وهناك الكثير من الأبعاد. إذن أنا مسرورة لأنك معنا أيضا. سأعطي الكلمة لشادراك ستيفن من نيجيريا. شكرا شادراك. مرحبا كاميلا، مرحبا جميعا، الصباح الخير، مساء الخير. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة لنتحدث عن المشروع، مشروع سيسيرتش، هذا المشروع الذي نفذناه في نيجيريا. الصورة التالية. إذن قبل تنفيذ هذا المشروع، في المشاريع السابقة مع المراهقين والأطفال اكتشفنا بعض المشاكل، العنف ضد الأطفال والأطفال بين الأشقاء. يعني نتحدث هنا عن عنف داخل نفس الأسرة، وأيضا حاولنا أن نعرف كيف يمكننا أن نغير في البرامج. الصورة التالية. كنا نحاول أن نمنع العنف ضد الفتيات وأن نحسن حماية الفتيات في الأماكن الإنسانية. كانت هذه التجربة في عام 2020، ننفذ نفس المشروع في الأردن أيضا، ونحاول تطبيق الدروس التي تعلمناها من نيجيريا. قمنا بتصميم منهجية للمشاريع الأربع: الرجال، الفتيات ومقدمي رعاية. وأقدنا جلسات على مدى 3 أشهر. الصورة التالية. إذا ما نظرنا إلى الإطار، الإطار هو إنساني. بالنسبة للذين لا يعرفوا، نيجيريا منذ 12 عام وهي تتأثر بالأحداث بسبب كورونا. ركزنا على الأسر من 20 فرد. لدينا مراهقين ومراهقات، لدينا 480 مشارك من 120 أسرة. والآن لدينا مراهقات وأيضا الأشقاء الشباب، كانوا يجتمعون كل أسبوع مع شخص، وذلك من أجل بحث الأمور كي نتأكد من أن كل شيء يتطابق، وموضوع من أجل تحقيق الهدف المرجو. وضعنا الكوفيد، حاولنا أن نتأكد. So in a group we're having a maximum of 8%, because we didn't want the group to be wanted to comply with government. لكي يكون هناك أن يكون هناك عرض أقل لكوفيد و الشريحة الثانية. في ما يتعلق بالتقييم، ما
كان هناك فئتين أو فريقين وددنا أن قمنا ببعض المقابلات مع المراهقات والفتيات وفي هذه وقمنا بالنشاطات وأيضا قمنا بمقابلات رسمية مع الميسرين الذين قاموا بتلك الجلسات الذين قاموا بتنفيذ هذه البرامج. ما توصلنا إليه ونتائج كما قلت هي دراسة مبدئية أو تجريبية ومن الأمور التي كان هناك كان هناك تسامح أقل الآن مع الذين كانوا يقومون بالعنف ضد الفتيات والأطفال. قمنا أيضا بتقوية الوظائف التي يقوم بها العائلات وخاصة الذين شاركوا في تلك وأيضا الأصبح أيضا هناك تفاعل بين الأخوة لتقليل من العنف وأيضا حسنا من وسائل التواصل وأيضا أصبح هناك تغير في الدور في البيت. فمثلا أصبحت الصبيان المراهقين في البيت يساعدون أكثر في الأعمال المنزلية وغيرها. فيما يتعلق بالتحديات طبعا كان هناك عوائق الجائحة الذي قد خفض من عدد الأشخاص الذين نستطيع أن نقابلهم. شكرا جزيلا لكم. هل تستطيع أن تشرح أكثر على البرنامج؟ هل تم كان من خلال المجتمع أو من خلال المدارس؟ هل تم تسليمه أو تنفيذه في المجتمع أو إنه كان في المجتمعات؟ هم كانوا مسؤولين عن أين يتم اللقاء وخاصة الفتيات المراهقات وأيضا الإخوة. كان هناك استهداف أكثر للفتيات المراهقات. شكرا لك. إلينور مالنسي التي سوف تتحدث عن الاستعراض الثالث. إلى نور. Yes, so IRC World Vision, just a brief introduction. IRC World Vision. نحن ننظر إلى كيف يمكن أن نضمن الأموال النقدية والمساعدة النقدية من وجهة نظرين لمساعدة رفاه الأطفال والمراهقين وخاصة من مرحلة الأثيوبيا. في الصليب الأحمر قد ركزنا على المراهقات وخاصة بأنها من الفئة العمرية التي لا يتم الاهتمام بها كثيرا لكي نقوم بدعمهم. وفي عام 2019 لم يكن هناك إعطاء للأموال النقدية للمراهقين لعدة أسباب، ولأنه لكثير من المنظمات تعي الخطر وخائفة من الخطر إذا أعطينا النقود النقدية.
وكان لدينا منهج مبتكر سوف نتحدث عنه لاحقا. هو الآن صرنا نستهدف المراهقين من عمر 15 وما فوق وخاصة الفتيات في المخيم الشدر في أثيوبيا لكي يتم تلبية احتياجاته في خلال ستة. كيف يمكن أن نوزع الأموال؟ كيف يمكن أن تكون بشكل آمنة؟ وإذا كان هناك تعاون مع مختلف الفئات. إذن لقد كنا نريد أن نعرف كيف يمكن أن نعطي الأموال النقدية لهؤلاء المراهقين. الآن أعطي الكلمة لبول الذي سوف يتحدث عن منهج جديد لإعطاء الأموال وسوف يعطيكم معلومات عن هذا البرنامج. شكرا. أهلا بكم ومساء الخير صباح الخير أينما كنتم. في صوماليا الصومال كيفية استخدام الأموال لتعزيز الحماية وللأطفال ولأنهم لنتأكد من رفاههم. لنتحدث أكثر في الصومال. هي من أكثر المناطق الصعبة التي يمكن لطفل أن يعيش بها بسبب الجفاف، قلة الأمن، النزوح الكبير. أكثر من 6 ملايين قد نزحوا. أيضا الكثير منهم لا يحضرون أو لا يلتحقون بالمدارس. أكثر من 1.8 مليون طفل. طبعا الفتيات والأطفال، الفتيات والصبيان في خطر أيضا الاستغلال لبيئة المخيمات وأيضا في المجتمعات وأيضا تجارة البشر. إذن صوماليا أيضا من عام 2015 كان هناك بدأ ببرنامج جلوبال فير من كندا لكي يقوم برعاية الأطفال اليتامى حتى أو من هم تفرقوا عن أهاليهم. نحن قمنا بإعطاء حوالي 68 دولار الذي هو يعتبر المبلغ الأقل الذي يمكن أن يتم صرفه لحتى حلول عام 2021. قمنا بإعطاء هذه الأموال لتلك العائلات ليقوموا بالاعتناء بالأطفال. الهدف كان هناك استبيان مراقبة ما بعد توزيع الكاش أو الأموال. قاموا بها من مختلف الوكالات، من Save the Children World Vision، وهنا قمنا مع أيضا الفريق من كندا Global Cash
كله لكي نقوم بهذه الدراسة. نظرنا إلى كيف يتم صرف الأموال، الزواج المبكر، عمالة الأطفال، التعليم، الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة، الأمن أو الحماية، أيضاً آلية التكيف النفسية وغيرها، أيضاً الجودة البرنامج الذي هو منحصر بإعطاء الأموال، وأيضاً المحاسبة. بهذا إذا نظرنا إلى الديموغرافية، 72% كانوا من النساء و28 كانوا من الذكور. كانت النتائج هي أنها النتائج هي أن 24% من الأطفال قد تزوجوا زواج مبكر تحت سن 18 بالرغم من أنهم قد استلموا الأموال النقدية لأسباب اقتصادية أو بسبب بعض الأفضليات لبعض العائلات. 4% كانت هناك عمالة للأطفال تحت سن 18، وقد قل من 10% إلى 4% بسبب المساعدة الكاش. وأيضا هناك 88% تحسنت علاقتهم 88% أصبح لديهم 9% منهم استخدموا هذه الأموال لشراء الطعام، وبعضهم قد استخدموها لجمعهم بعائلاتهم. طبعا بعضهم استخدموا الأموال لدفع الديون والخدمات الطبية. بحلول عام 2012 هذه الدولة تعتمد بشكل كبير على المساعدات. إن هذه المساعدة المالية كانت مهمة جدا تخفف الأعباء عنهم. إذن ما هي استراتيجية التكيف للوقاية والحماية؟ ما هي 67% من البيئة قالوا بأن بعض الأطفال كانوا بقوة وهم من نرى أن عدد الوجبات الغذائية قد كان قليلا وازداد بسبب الكاش. عندما من هؤلاء الذين كانوا حوالي 38% من الناس لا يحظون أو لا يأكلون كل الوجبات لكي يستطيعوا التكيف، ولكن هذه قلت ل 8% بعد أن تم إعطاء الكاش. و
أيضا 22 قد قللوا من نسبة الطعام الذين كانوا يأكلونه، ولكن بعد الحصول على الكاش والحصول على الأموال قلت النسبة 4%. إذن 18% قد تم إلغاؤها، وهذه نسبة جيدة جدا. قبل أن يكون هناك الكاش، من هم كانوا يعتمدون على طعام ذات جودة سيئة؟ كانت حوالي 28%، ولكن تحسنت جودة الطعام بعد أن تم إعطاء الكاش، لأصبحت النسبة 78%. إذن كان الكاش مهم جدا في موضوع تغذية الأطفال لتطويرهم العقلي والذهني وغيره. وبعض الناس الذين أخذوا المساعدة في السابق كانت هذه المساعدات ضرورية جدا لبقائهم لكي يستطيعوا أن ينجوا وأن يعيشوا الحياة. إذن هي من أحد أهمية الطرق الاستراتيجيات التكيف، وكانت مهمة جدا لهم. شكرا جزيلا. بولا، إلينورا، شادراك، على هذه المشاركة. كان لدينا بعض المعلومات والآن هنا جلسة الأسئلة والأجوبة. بعض الأسئلة التي جاءت الآن من الدردشة، وبعض هناك بعض الأجوبة على الدردشة، فهذا شيء رائع. شكرا جزيلا. هناك بعض النقاط الأساسية، وخاصة موضوع التعاون مع بعض القطاعات المختلفة لموضوع الحماية، ونود أن نسمع أكثر من كيف يمكن أن نعمل مع قطاعات مختلفة لكي نحقق أهداف الحماية. سمعنا أيضا من نتائج هذه المشاريع بتقليل نسبة الزواج المبكر، تقليل نسبة العنف المنزلي، تقليل نسبة عمالة الأطفال. ونحن نريد هذه البيانات التي تؤكد على التغيير. سمعنا أيضا كيف ضرورة الأخذ المسؤولية والمسؤولية في موضوع تصميم البرامج، وأيضا القيام بالتقييم لتلك البرامج، فمثلاً والتقنيات التي تستخدم في التقييم، وهي مثلا ما بعد أن يتم توزيع الأموال، وكيف يمكن تقييم هذه البرامج. إذن أعطي الكلمة الآن لزميلتي أليسبث لتقوم بجلسة الأسئلة والأجوبة. شكرا جزيلا لكم. لقد قاموا بالتطرق إلى الكثير من الأمور الموضوعة على استراتيجية ألاينس، ولنذهب إلى شرق لنتحدث عن الأهداف. هي أهداف قوية، وهي تهتم على الحماية، ويجب أن تكون حماية الأطفال هي الأساسية والأولوية الأولى في البرامج. ولكن أود منكم أن تعطونا بالمختصر حول
كيف كيف ينعكس هذا الشيء على مشاريعكم أو على برامجكم؟ وإذا كان هناك تحد محدد أو أي نقطة يمكن أن نقويها ونعززها؟ ونبدأ أولا مع كيتي لكي تجيب. شكرا. الذي قمنا به مثلا هو الذي في صوماليا مثلا في إثيوبيا حوالي 60% من عدد السكان تحت سن 18 ونعمل بقرب مع المراهقين وأيضا قد شاركوا هؤلاء المراهقين والأطفال في تصميم البرامج. نحن أصبحت كان واضح بالنسبة إلينا كيف نفهم كيف يمكن إعطاء الأموال في هذا السياق ولكي كيف أن يؤثر هذا الكاش على الأحلام التي يحلمون بها الكثير من الأطفال في المخيمات. كان لديهم طموحات كبيرة ونحن نريد أن نخفف من المخاطر وأن نحاول أن نقوي من ثقتهم بنفسهم من طموحاتهم تطلعاتهم في المستقبل. Thank you so much. That was really, that was. شكرا جزيلا. هذا كان جواب رائع. شكرا لك لكي نرى كيف أن هذا المنهج التشاركي وكيف نشارك الأطفال في تصميم البرامج ونتحدث عن تطلعاتهم وطموحهم. هذا يقول الكثير. شكرا جزيلا. السؤال مرة لنسأل الشخص الآخر هو بول من World Vision. هل تستطيع أن تقول لنا ماذا حدث في برنامجك فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ كيف هدف الألاينس وأولوياتها في حماية الأطفال هي موجودة وتعكس في برامجك؟ إذا نظرنا إلى مركزية الأطفال ومساهماتهم كما كنت أتحدث أن السياق الذي نعمل به هو فيه جفاف وفيه نزاعات وهذا أثر على حياة الأطفال في هذا المكان، ولكن هناك بعض الأمور التي قمنا بها. لدينا المنظمات الدولية الخاصة بالهجرة وأيضا لدينا شبكة الحماية وفي كان لدينا الآلاف كان من النازحين الذين جاءوا إلى المكان الذي يتم فيه عقد هذا البرنامج، وكثير من الأطفال كانوا قد افترقوا عن عائلاتهم وقد تعرضوا للاضطهاد والاستغلال، ولكن بسبب أن العائلات التي منهج العائلات التي كانت تعتني بهؤلاء بشكل مؤقت قد ساهم في أن يكون هناك فوقد لتعقب العائلات ونعرف أين هم. فمثلا إذا نحن العائلات التي تعتني بهؤلاء الأطفال لمصلحة هذا الطفل وأيضا كمان لإعطاء
المسكن، إعطاء التعليم، إدخالهم إلى المدارس وغيرهم. إذن هو مكان لهم يستطيعون الذهاب إليه لكي يبتعدوا عن المخاطر والتأثيرات السلبية. إذن حماية الطفل كان هو جوهر عملنا. شكراً. شكراً، كان واضح بالنسبة لنا. إذا ما يكون الأطفال جوهر العمل يصبح هناك أكثر، تصبح هناك مشاركة أكثر من قطاعات مختلفة. إن إذا أود أن أسمع أكثر من البنك الدولي ووجهة نظرهم. شكراً. من الأسئلة التي كنا نقولها بالبرامج التي هي خاصة بجائحة كورونا والتأثير على الأطفال، ومن المناهج التي نقوم بها، هو يجد أن دائماً أننا نذكر الأطفال بأنهم من الفئات المستفيدة من أي برنامج، ويجب أن يكون حماية الأطفال في صلب المشاريع التي نقوم بها. فهناك الاحتياجات التي كانت تحتاجها الأطفال في خلال الجائحة لم تنظر بشكل دقيق، ومن الأمور التي وهي من الأمور التي نظرنا إليها، كمان قد نظرنا إذا كيف يمكن للأطفال أن يفهموا هذه البرامج. فإذا كنا نصمم أي برنامج كنا ننظر كيف يمكن للأطفال أن يفهموها وتكون بلغة سهلة، وأن تكون كل هذه البرامج متاحة للجميع. فمن 69% من البرامج يتم الحصول عليها من قبل الأطفال والفن، وكان هناك فورت أكثر من 84% يستطيعون أن يكون هناك معايير الحماية. إذا تحدثنا على هذه البرامج الاجتماعية، يتم أن توضع الأطفال في صلب الموضوع، والعائلات والنساء، ولكن يمكن أن نقوم بالمزيد لتعزيز هذه الرؤية. شكراً. شكراً لأننا نرى هذه التوصية الواضحة. الآن شادراك، هل تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال؟ شكراً جزيلاً لك. Million persons were in need of protection services in Northeast Nigeria, three states in Northeast, Borno, Adamawa, and Yobe. Majority of these were children and then women. الغالبية كانوا أطفال، ونحن نعمل في أماكن تعاني من التمرد لمدة سنوات. نحن نعرف أنه يتم استهداف الفتيات، والمستهدف الأساس كان الفتيات. أردنا أن نتأكد من أننا نحمي الفتيات وأن نوقف هذه دورة العنف. نحن نعرف أن الفتيات هم أصلاً تعانين من الزواج المبكر، والأمور تتفاقم، وبالتالي ما فعلناه هو أننا بدأنا معهم، كانوا في قلب التنفيذ، كنا نستهدف الأشخاص في الأسرة، ولكن المساعي المركزية كانت الفتيات. كيف نعرف أو كيف ندعم الفتيات، خاصة
على الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب هؤلاء هم إن مشردين أو انتقلوا من أماكنهم. إذن عملنا معهم، عملنا مع المجتمعات كي نتأكد من أن هؤلاء يحظون بالحماية من العنف، وقللنا من هذه الدورة أو من العنف خاصة ضد الفتيات. شكرا جزيلا. سأعطي الكلمة لكاميلا للمجموعة التالية من الأسئلة، وهي ستغوص أكثر عمقا في موضوع الوقاية. الكلمة لك كاميلا. شكرا ألسباس. من الرائع أن نسمع كيف يتم وضع الأطفال في قلب هذه البرامج كعنصر مركزي، كيف يجب أن نضعهم في موقع مركزي. إذا كان بإمكان أو قبل أن ننتقل إلى السورية التالية، أطلب من المتحدثين ما هي المجالات الأساسية التي قد نضعها في المشاريع. أنتقل أولا إلى لجنة الأنقاذ الدولية إثيوبيا، ميراد أو ألانور أو أيلو. أيلو، الكلمة الآن لأيلو ليجيب. مرحبا، أول مرة نسمع منك. مرحبا، شكرا جزيلا. كاميلا، أنا أيلو. مساء الخير وصباح الخير للجميع. الصورة التالية لو سمحتم. بالنسبة لغياب المال الكافٍ، هذا من وفقا لتجربتنا، تجربة العمل، وأيضا بعد المناقشات خلال مرحلة التصميم، تبين بأن الأطفال لا يشعرون بالارتياح ويشعرون أيضا بالضعف بسبب غياب التمويل، لأن هؤلاء الأطفال يذهبون إلى مناطق القريبة من المخيم من أجل جلب المال للمنزل، لأن الأهالي لم يستطيعوا أن يلبوا الحاجات الأساسية، وبالتالي لا يرسلوا الأطفال إلى المدارس، بل يرسلوهم إلى العمل في المناطق القريبة مثل مومبا وتشيتشيغا، وذلك من أجل جلب المال والمساهمة في الأنفاق على الأسرة. وفي مثل هذه الأوضاع يتعرض الأطفال للمزيد من الأذى، وخاصة الفتيات تتعرضن للزواج في عمر الطفل والأذية، أنواع أذية مختلفة. نحن ننظر في العلاقة ما بين المراهقين ومقدمي الرعاية، وكذلك ما بين البيئة التي يعيشون فيها، عوامل الخطر بالإضافة إلى عوامل الحماية في البيت وفي المدرسة وفي المجتمع وأيضا في مكان العمل. هذا ساعدنا على إعداد خطة بعدم تعريض الأطفال للمزيد من الأذى. العوامل الأساسية التي استفدنا منها في التنفيذ في هذه المرحلة، لم نخصص الكثير من المال، ولكننا خصصنا لهم مبلغ صغير حوالي 580 إتشبل من العملة المحلية لكل طفل، مساعدته كمساعدة للإنفاق المدرسي، وأيضا بهدف منع تعرضهم للمزيد من الأذية. وهناك شيء آخر وهو التوزيع. التوزيع حصل في مكان آمن خارج المنزل، في مكان آمن. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للائحة الأشخاص الذين يجب الاتصال بهم في حالة الطوارئ، تم أعطاء هذه اللائحة إلى المستفيدين وأيضا أصحاب الملفات. الصورة التالية،
In the preventions, you see, في الوقاية فإن العناصر الأساسية هي ما ذكرتها. نحن لا نعطي المال نقدا مبالغ كبيرة نقدا بل مبالغ نقدية صغيرة وذلك كي لا يتعرض الأطفال للخطر. والشيء الثاني هو أن توزيع المال هو يتم بشكل آمن. أعتقد أننا سنعود فيما بعد آيلو from you we'll نسمع نقاط إضافية. نريد أن نسمع من أشخاص آخرين. سلطت الضوء على قضايا حماية الأطفال في الإطار الذي تعمل فيه وقضايا حماية الأطفال التي تعتقد أنها قد تظهر وتبرز الأماكن أو تحديد النقطة ما بين عدم تقديم ما هو كفاية ولكن عدم تقديم مبالغ كبيرة من أجل منع تعريض الطفل للخطر وأيضا النظر في خطر توزيع المال النقدي. أعطي الكلمة الآن لبول من World Vision الصومال ليجيب على موضوع العوامل الأساسية في الوقاية وذلك في إطار المشروع الذي عمل فيه. شكرا بول. Thank you so much. شكرا جزيلا. عوامل الحماية أولا. Somebody must have been suitable. يجب تحديد شخص. أن نختار شخص معين مؤهل للرعاية بالأطفال. Then of course we. ومن ثم. Parenting. And then from there. انتقلوا إلى نظام الرعاية وصل الرعاية واكتسبوا المهارات. ولكن من خلال تلبي الاحتياجات للعائلات الرعاية على الأمد القصير والمتوسط هذا قد ساعدنا على تخفيف بعض الأعباء التي كانت موجودة مع فترة أو مع الإغلاق بسبب الكورونا لم تكن تأتي الموارد وبهذه الحالة المال النقدي ساعدنا في موضوع الوقاية كي يكون الأطفال في مأمن كي يكون مقدمي الرعاية في مأمن وبالتالي وبناء على الاستطلاع الذي أجريناه بالطبع هذا قد كشف بأن تقديم المال نقدا قد قلل من احتمال حدوث الأمور السلبية وبهذه الحالة فإن عامل الحماية يلعب دور مهم. نعم وهذه مقاربة شاملة تجهيز العائلة مع الأهالي وأيضا التدقيق لعوامل الخطر وأيضا التخفيف من الضغوط الاقتصادية من خلال تقديم المال النقدي. شيء واحد فقط نسيته وتذكرته الآن. يجب أن ندرك بأنه يجب تبني مقاربة شاملة كي نستطيع أن نتدخل بشكل وقائي. Provision of school dues. And then they provided the menstrual kits to them. كل شيء. Protected from all sides. وهم يحظون بالحماية من كافة الأطراف. Coming as a result of either stress. لمنع حدوث أي شيء. Thank you for that addition, Paul. That's شكرا really على هذه الإضافة, Paul. مفيد جدا. أعتقد أن سنطرح السؤال الآن على شدرك من مساكور. في نيجيريا. شدرك, أي مقاربات وقائية اعتمدتموها في المشروع الذي نفذته؟ شكرا كاميلا. بالنسبة لنا أولا من أجل ضمان الحماية هم استعنا بشخصيات موثوقة شخصيات من المجتمع استطاعت أن تحصل على التوقيع من قادة
تأكدنا من هؤلاء يمكن الوثوق بهم بدأنا من هناك بدأنا بتعيين الأشخاص الذين حظوا بموافقة القادة في المجتمع وتأكدنا من قبول المنهجية وبشكل يتناسب والعمر فقط كي نتأكد من عدم إثارة المشاكل قمنا بتسهيل البرامج على المستوى الجندري سأتحدث عن ما أقصده بذلك تأكدنا من عقد جلسات عقدنا جلسة لمختلف مقدمي الرعاية كما أنا تأكدنا من أن المواضيع كانت تتناسب وأيضا تناسب المكان وذلك بحيث تحقق الكثير على الصعيد منع مثل العنف والتواصل هذه بين الإجراءات التي اعتمدناها ونفذناها كي تضمن حماية الأطفال في المشروع في نيجيريا شكرا Thank you very much, Shadrack. شكرا جزيلا شادراك As well there. ملفت جدا ان نرى كيف ركزتم على الوقايه هنا كوكو الان تريد ان تجيب على السؤال ومن ثم ساعطي الكلمه لزميلتي اوسباك كوكو اخبرينا عن مساعيكم في اطار الوقايه نعم كان ملفت ان اسمع كل هذه المكونات هذا رائع ونحن ما أردنا أن نرى على هذا الحجم الموسع كيف يتم ضم الأطفال في توفير الخدمات إذا نظرنا إلى استعانة بمن يقدم الحماية للأطفال والدمج focused NGOs and CSOs into منظمات غير حكومية and how cash transfer programs were being وكيف أنه يتم الاستفادة من المال النقدي والمثير بالاهتمام بالنسبة لنقل الأموال المال النقدي نسبة 100% أخذوا في الحسبان مخاوف حماية الأطفال على الرغم من أن هذه خطوة إيجابية يجب أن ننظر بالتفاصيل وعلى الرغم من أن هناك تنوع في تصميم المشاريع أيضا نلاحظ أن هناك غياب للأخذ في الحسبان لحماية الأطفال في تصميم هذه البرامج لمنح المال النقدي وهناك أيضا أسلوب آخر واعد أريد أن أشير إليه مشروع في لبنان وهو مشروع الشبكة الاجتماعية الآمنة في لبنان هناك مكون أساس يتضمن الخدمات الاجتماعية كجزء من تحويل الأموال وأيضا الدعم المجتمعي للأطفال وأيضا التقديم دعم للناجين من المضار الإساءة الجنسية A project like that, this إذن, that actually has thought about some of the في مثل هذه المشاريع تبين بأنهم فكروا ببعض المخاوف والاعتبارات and response components can really help وهذا يمكن أن يساعد بالفعل على التقوية ليس فقط الرد ولكن to really strengthen their capacity as well الحكومة يمكن أن يساهم في تعزيز قدرات الحكومة learned from and replicated. نعتقد أنه يمكن أن نتعلم وأيضا أن نستخدم نفس الأساليب في المستقبل. شكرا كوكو. كلام جميل جدا. هذا ما تتشاركيه هذا ما نريده أن نسمع هذه التحديات ونسمع هذه الطرق الابتكارية التي تستخدم في معالجة التحديات يبدو لي أنه من خلال الجهود يجب أن نحدد العلاقة مع خدمات مع الجهات الأخرى التي توفر الخدمات أعطي الكلمة إلى ألستك للجولة المقبلة من الأسئلة ومن ثم سنطرح الأسئلة التي يطرحها المشاركون شكرا جزيلا
أرجو منكم أن تكتبوا الأسئلة في قسم الدردشة بأي وقت. لست مضطرين إلى الانتظار. أرى أن هناك أسئلة جيدة جدا وضعت. الآن سنتحدث أكثر عن الطابع التعددي. من الواضح أن جذور الحماية حماية الطفل هي معقدة، وبالتالي هي ذات طابع يحتاج إلى تدخل متعدد الأقطاب. التدخل ومنع حدوث الانتهاكات يتطلب العمل والتعاون مع قطاعات أخرى وتدخلات مندمجة تدمج كل الأطراف والتي يمكن أن تدعم الطفل والعائلات من أجل منع حصول هذه السيناريوهات المؤذية. وسنبدأ بآيالو من منظمة الصليب الأحمر الدولية. نريد أن نسمع منك، ما الذي أدخلته، ما هي العناصر الأخرى التي أدخلتها في النشاطات التي جعلت من المشاريع الناجحة وجعلتها عبارة عن تعاون ما بين القطاعات؟ شكرا جزيلا. تبين بأن المقاربة المندمجة هي وسيلة فاعلة لحماية الأطفال من الأذية، ويمكن أن نشرح ذلك في بناء البرامج وإعداد البرامج في البداية، وأيضا خلال مرحلة تنفيذ المشروع. التحدي الذي واجهناه من مقدمي الرعاية والقادة المجتمع والسلطات، التحدي هو كان يتمثل بالتالي: كانوا يرون بأن تقديم المال للأطفال يحمل معه الخطر وقد يدفع بالأطفال إلى تبني سلوك معين، ولكن بعد توزيع المال تبين بأن تقديم المال للمراهقين ما فوق 15 عاما يقلل من التداعيات السلبية، وفي نفس الوقت يدعم التعليم الرسمي لدى هؤلاء الأطفال. وبالتالي تم القبول بهذه المساعي. وثانيا قمنا بتثقيف مقدمي الرعاية، تثقيفهم على الصعيد المالي والمراهقين من أجل مساعدتهم على تحديد الأولويات وإدارة الأمور المالية والشؤون المالية بشكل حكيم. وهناك شيء آخر، المنح المستقبلية. هذه المبالغ المالية هي للمراهقين أو الأطفال المنفصلين عن أسرهم. هناك أطفال يشاركون في أعمال تجارية صغيرة محدودة، بالتالي هذه المبالغ المالية تساعد الأطفال على الاستمرار وأيضا على تقوية هذه المبادرات التجارية. وأيضا بالنسبة للذين يريدون أن يستمروا بالتعليم العالي في الجامعة، هذه المبالغ المالية كذلك ستساعد هؤلاء على مواصلة التعليم. ومكون آخر، كان الشخصيات اختيار شخصيات توجيهية. اخترنا هذه الشخصيات التوجيهية، مثلا اخترنا شخص رجل أعمال لهؤلاء الذين يريدون أن يستمروا في عالم التجارة، أن يستمروا بالتدريب، وأيضا قمنا بتعيين متخرج من الجامعة للذين يريدون أن يستمروا أن يواصلوا تعليمهم. هذه هي الاستراتيجية التي اعتمدناها في هذا المشروع. شكرا. رائع، شكرا جزيلا، ملفت جدا. عندما ننظر إلى التحديات، نريد أن نسمع من مرت ما هي التحديات والعبر المستخرجة. نعم، شكرا إليزابيث، مرحبا جميعا. فقط أضيف على ما قاله بول، وأنا أيضا أحب الحديث عن التحديات لأن هذا
يعطينا وجهة نظر واضحة حول ما الذي يجب أن نتعلمه للعمل المستقبلي. وما ذكره بول برأيي حول الزواج المبكر، أعتقد أن هذا يثير الكثير من التساؤلات، لأنه وكما رأينا من النتائج التي تشاركها بول سابقا، أعتقد 3 من 50 أسرة وافقت على الزواج، زواج الأطفال. وعندما سئلوا عن الأسباب قالوا أن الخطوبة كانت بدأت قبل تلقي المال النقدي، وبالتالي أمضوا في الزواج وتم الزواج. وأعتقد أن هذا يثير موضوع مهم، الاندماج يجب أن يبدأ في المراحل المبكرة جدا، ليس خلال مرحلة التنفيذ. مثلا كيف يمكن أن نجمع بين حماية الأطفال والمال النقدي؟ أعتقد أن العملية يجب أن تكون مدروسة، وكما ذكر بول يجب أن تعالج كل الأسباب المختلفة. إذا ما كنا نتعاطى مع قضية تتعلق بحماية الأطفال، ربما يمكن أن نعالج أو الجانب المالي من قبل قطاع معين، ولكن هذا القطاع قد لا يعالج أمور أخرى مثل موقف حيال الزواج المبكر. ربما هناك عائلات لا ترى بأن الزواج المبكر مشكلة، بل يرون أنه شيء عادي. وبالتالي أعتقد أنه من المهم جدا أن نتأكد من أننا نعالج كل المسببات وأننا نستكمل الكاش. هنا كما ذكر بول، المال النقدي يستكمل أمور أخرى، مثل التعليم. أحيانا هناك قضايا معقدة مثل الزواج المبكر مثلا، الذي هو أو الذي لا يمكن أن يعالج من خلال تدخل واحد أو نشاط واحد. أحيانا ربما العملية قد تستغرق أعوام كي نعالج التغيير في السلوك. بالتالي أعتقد أن هذا من أبرز التحديات الذي رأيناه في المشروع. شكرا جزيلا زراك. أعتقد أن هذه الرسالة سمعناها في عدة جلسات، سيكون الاندماج حقيقي. يجب أن نبدأ في وقت مبكر وأن لا نبدأ في مرحلة لاحقة. بالتالي شكرا على إعادة التأكيد على هذه المهمة. وأعتقد أن السؤال الأخير في هذا القسم هو لكوكو. نريد أن نسمع منك، كيف يستفيد المصرف العالمي من مقاربة تشمل عدة قطاعات في الرد على الكورونا؟ شكرا ألسمن. أعتقد أن هذه الكلمة اندماج هي مهمة جدا، ويجب أن نفكر فيها. من أهم الأمور التي نظرنا فيها في التحليل لمشاريع كورونا كان التعاون فيما بين القطاعات، لأنه كما نعرف فإن المشاريع التي تشمل الوزارات المعنية بحماية الأطفال هي أكثر ترجيحاً لتعالج مخاوف تتعلق بحماية الطفل وأن تربط مع مشاريع أخرى، على الرغم من أن أغلب المشاريع تدمرت، ولكن أكثر من ثلث استجابت للمعايير المطلوبة. لم تكن هناك مساعي حقيقية لإشراك الوزارات، وبالتالي تبين بأن هناك حاجة ماسة للمصرف كي يسهل التعاون فيما بين الأجهزة والوكالات في برامج حماية المجتمع. يمكن القيام بذلك من خلال وضع آليات للتعاون فيما بين القطاعات، وأيضا يمكنهم أن يقللوا من العمل المتكرر وتحديد الثغرات وتقديم مكتسبات أكثر لمن هم بأمس الحاجة مثل الأطفال، وإيجاد آلية للتعاون فيما بين الأجهزة في برامج الحماية الاجتماعية. وأيضاً أريد أن أسلط الضوء على أسلوب واعد وجدناه في نيجيريا في إطار التعافي من كورونا،
وهذه استجابة للمعايير الثلاثة بالتعاون ما بين القطاعات، وهذا يعطي مثل على التعاون الجيد فيما بين الأجهزة. ثلاث مستويات على لدينا لجنة مؤلفة من ممثلين عن الوزارات ولجنة تقنية ووحدة دعم مسؤولة عن الإدارة اليومية للمشروع. بالتالي أؤكد مرة أخرى، هناك أساليب واعدة يمكن أن يتم الاستفادة منها وأن نتعلم منها بمشاريع مستقبلية. وأتوقف هنا وشكرا. نعم شكرا. هل تسمحين لي بطرح سؤال؟ أعطيت نموذج مهم عن لبنان، أريد أن أعرف هل كان هناك تعاون فيما بين القطاعات في لبنان؟ نعم في لبنان سجلوا كان الأداء الأفضل، هل هو حماية للطفل أم لا؟ كان لهذا المشروع الأداء الأفضل، وكان هناك التعاون ما بين القطاعات، عدد من الوزارات لا يمكنني أن أذكرها كلها، وبالتالي هذا يؤكد على أهمية هذا العامل وكيف يمكن أن يكون مشروع أقوى. أيضا نحن ركزنا على التصميم ليس التنفيذ، إذن يجب أن نرى كيف ستسير عملية التنفيذ. رائع، شكرا. شكرا لكم جميعا على مشاركة أمثلة رائعة عن التحديات والعبر المستخرجة. شكرا. وسأعطي الكلمة مجددا إلى كاميلا وهي ستدير الأسئلة والإجابات، وفي هذا الوقت أشجعكم على طرح الأسئلة على المتحدثين إما في قسم الدندشة أو إذا أردتم رفع الأيدي أيضا تفضلوا بذلك. شكرا. إذا ما وضعنا الصورة جولي ونسلط الضوء على اللجنة. لدينا حوالي ثلاث أو أربع أسئلة على الأقل، كلها تتعلق بالزواج المبكر. سنتشارك هذه بول من World Vision الصومال، وربما دوريت أيضا. إذن سأطرح الأسئلة من روكينا، هي تريد أن تعرف عن نتائج البرامج المبالغ النقدية. لم ينخفض الزواج بل انخفض عمالة الأطفال، هل لديك أي شيء تقوله؟ هل هناك مشكلة في المعلومات؟ ربما التأثير يختلف بين الرجال والنساء. سأضع ذلك في قسم الدردشة. والسؤال من لين، هل يمكنكم أن تعقبوا على الزواج المبكر؟ هل الأسباب اقتصادية أو بسبب رغبة العائلة؟ أي سبب هو السبب الأساس؟ هل هو تغيير مجتمعي أو تخفيف الفقر؟ هذا سؤال مهم جدا أيضا. وسول سؤال يريد أن يفهم عن زيادة حالات الزواج المبكر وما الذي فعله المشروع من أجل معالجة المسببات، إذا كان المرجو من المشروع معالجة ذلك. والسؤال من عبد القادر، ما هي العبر من برامج المبالغ النقدية والتأثير على الزواج المبكر؟ سأعطي الكلمة لبول، وإذا أراد أي متحدث آخر أن يشارك يمكنه أن يرفع يده. شكرا. شكرا جزيلا كاملة. أعتقد أن المشكلة هي ميرت قد ذكرت من دون التطرق من دون معالجة الأسباب الأساسية الجوهرية يمكن هذا أن يمنع الزواج المبكر، ولمنع الزواج المبكر لا نستطيع حل هذه المشكلة. يجب هناك حاجة أن إلى موضوع الاندماج ومشاكل الاندماج ومشاكل أيضا الزواج المبكر، أيضا موضوع الثقافة والتقاليد والعادات الموجودة في المكان. لا أستطيع أن أعطيك رقم محدد، ولكن بعد سن 12 هناك دائما خوف من قبل الأهالي من المجهول،
يخافون بأن هناك حادث سيحدث أو أي شيء يحدث. لهذا يقومون بمحاولة أن يقوموا بتزويج الفتيات بشكل على سن مبكرة لكي يؤمنوا عليهم، فهي من العادات والتقاليد. فلهذا هذا مجتمع أيضا يقوم بممارسات كتشويه الأعضاء الجنسية للإناث. الإناث قد أيضا قد تعرضنا للختان، وقد وأصبحت جاهزة للزواج. هذه الثقافات العادات قد هي موجودة من 2000 سنة، ومشروع قد دام لمدة 3 سنوات ليس بكاف بأن يغير المعتقدات والعادات. لذا يجب أن نخرط بالقادة الدينيين والقادة المجتمعيين ليقوموا بتغيير هذه العادات. فهناك بعض الكثير من الشباب والصبيان الذين أو الرجال الذين ودون أن يقوموا بالزواج من إناث قد تعرضنا للختان، وهذا نحن سوف نحاول أن نضع برامج لموضوع زواج الأطفال، وأيضاً لكي ننهي العنف ضد الأطفال. نحن قد قمنا بتقليل عدد الأطفال والبنات التي تزوجن في سن مبكر. شاهدت أننا في الدردشة بعض الأسئلة، ما تقومون به؟ ما هي البرامج؟ ونحن هناك بعض البرامج التي قمنا بها، يجب هناك أيضا برامج لتحسين المهارات الحياتية، وهذه الآن أصبحنا في بعض البرامج التي تشجع الفتيات لأن يتحدثوا ضد موضوع الزواج المبكر. وأيضا الصحة، أيضا وتأثير الصحي عليها، عندما فبعض الفتيات يقومون بالإنجاب وهم لسنا جاهزين جسديا للقيام بالإنجاب. شكرا بول على هذا. هذا كان من التحدي أننا نتحدث عن العادات والتقاليد، ولكن لقد أعطيتنا فكرة واضحة ومفصلة عن هذا الموضوع، وخاصة أن النساء قد يلعبن دور كبير في تشجيع الختان مثلا، التي ومن ضروري أن نزود الفتيات بمهارات حياتية لكي يصبحوا مشغولون أكثر. هناك أظن سؤال شادراك أن يحدثنا ما نعني بالتغير الجندري، وما هي شادراك، تستطيع أن تجيب عن السؤال؟ هل كانوا كل أفراد العائلة يقومون بحضور الجلسات في برنامجك؟ شكرا. شكرا كاميلا. كانت هذه تجربة، فهذا
إذا كان قد يكون أي فرد من أفراد العائلة، قد يكون رب الأسرة، أو قد يكون الأخوة، أربع أشخاص تقريبا من أفراد الأسرة يقومون بحضور الجلسات. لقد تم تفصلهم بحسب العمر، بحسب الجندر والجنس، وأيضا بحسب بعضهم حتى يتحدثون لغات مختلفة في أفراد البيت الواحد. فيما يتعلق بالتغيير الجندري فيما قمنا به بالمجموعات والمجتمعات، لقد كان هذا البرنامج قمنا به في نيجيريا لأن نتحدى ونقوم بتحدي المعتقدات الجندرية، وخصوصا أولئك الذين يعيشون في عدم المساواة وفي سياقات خطرة، وخاصة النساء والفتيات. وهذا ما قمنا به. لا أعرف إذا كنت قد جاوبت على السؤال. للأسف نحن الوقت يضيق وأصبح لا يوجد لدينا متسع من الوقت، الآن أعطي الكلمة للبث لكي تختار بعض الأسئلة. هناك بعض الأسئلة المتشابهة، هناك سؤال مشاكل حماية الأطفال وموضوع برنامج الأموال النقدية والتأثير السلبي والإيجابي للأموال النقدية، وإذا كان هذا هو حل مستديم للعائلات التي تستلم تلك الأموال. هل هناك أيضا أي أحد يود الإجابة على هذا السؤال؟ ألينور، أظن أن كيتي هي في مركز أو في محل أفضل للإجابة على هذا السؤال. من المخاطر التي حددناها من خلال العمل مع المخيم أطفال المخيم، هناك بعض الأشخاص هم يعملون في بيئات غير آمنة، ومع أطفال قد تفرقوا عن عائلاتهم، فهم قد أجبروا على ترك المدارس للأسف أن المدارس تعتبر من البيئات الآمنة التي يجب أن يكونوا بها الأطفال، وهو الطريق التي يجب أن يأخذه الأطفال للنجاح في المستقبل. ولهذا كثير من المخاطر قد تم تخفيفها، وأهمها التي كنا نواجهها هو أن نحاول بشكل كبير أن نمنع الأطفال من أن يتركوا المدارس. ورأينا أن معدل ترك المدارس بين الأطفال قد انخفض بشكل كبير عندما تم إعطاء الأموال النقدية. والمخاطر التي كان من المخاطر التي كان هي أن يكون هناك اختلاف القوة في المنزل بسبب الأموال النقدية. لهذا كنا نحاول أن يكون هناك إعطاء الأموال للعائلة أو رب الأسرة والأطفال. شكرا كيتي. أود أن أضيف
إنه من المخيمات اللاجئة كانت المشكلة الأساسية هي قلة الأموال وخاصة للأطفال الذين ينتقلون إلى المدن وقد يتعرضون للاضطهاد وتجارة البشر وللاستغلال ومخاطر أخرى. وهذا وإن برنامج الكاش ومن خلال التوزيع تقييم التوزيع وكيفية التوزيع كان هذا قد حسن من الوضع لأن الكثير من الأطفال رجعوا إلى المدارس رجعوا وهذا من البرامج التي ساعدت وبسبب قلة العانين قلة الذين يعتنون بالأطفال في المخيمات لهذا فكثير من الأطفال في سن 13 و 14 يقومون بالزواج لكي وهذا أيضا بسبب عدم ذهابهم إلى المدرسة والبرنامج قد دعم وحسن الوضع وخاصة بعد أن تم التقييم لذلك يجب أن نبدأ بالمجتمعات من مرحلة التصميم كان هناك كثير من النقاشات التي قمنا بها مع المجتمعات لأهمية هذا البرنامج وكيف يمكن أن ندعم طموحاتهم وأهدافهم المستقبلية ولهذا قد ساهم الأطفال في تصميم هذه البرامج. شكرا على هذا الجواب. للأسف لا نستطيع أن ننظر إلى كل الأسئلة الموجودة في الخاصة ولكن هي موجودة لدينا في التسجيل ونستطيع أن نقوم بالنظر بها بعد الاجتماعات لكي نعكس وجهة النظر والتفكر بها لاحقا. نستطيع بعد ذلك أن نقوم مشاركتها مع المتحدثين أو نتشارك معهم أو نتفكر بها وبأجوبتها. وبهذا أنا أظن أنها كانت جلسة رائعة جدا. كيف يمكن أن تقوم بإحراز التقدم فيما يتعلق بمركزية الأطفال وأن تكون الأطفال هم جوهر العمل وخصوصا فيما يتعلق بالوقاية والتعاون بين مختلف القطاعات؟ إنه واضح من هذا النقاش كيف أن هناك ارتباط وثيق بين كثير من القطاعات لكي تصبح الأطفال هو صلب الاهتمام. وبهذا نستطيع أن أذكركم أود لدى هناك تغذية راجعة لكل جلسة من هو مهم جدا بالنسبة لنا لأن تقوموا بتزويدنا بالتغذية الراجعة. وبعد ذلك لدينا الإنفوغرافيك أو تصوير المعلومات في الغرفة من خلال حيز الفيلو وأيضا سوف تستطيعون لقاء بعض الزملاء وأن تقوموا ببعض النقاشات. وبعد ذلك سوف نلتقي بأجل الجلسة النهائية في الساعة 4:30 بتوقيت أوروبا لنتناقش عن ما تعلمناه في أسئلة and sort of the questions that are here today.